كابتن علاء، مين يتحمل مسؤولية الخسارة امبارح من تونس؟ امبارح فيتوريا ألقى بالمسؤولية على اتحاد الكرة. اتحاد الكرة يعني بعض الأصوات من داخله، مش يعني مش بشكل رسمي، حمل فيتوريا المسؤولية باعتبار ان هو وافق على رحيل رباعي الأهلي. فحضرتك شايف مين يتحمل المسؤولية؟ والله بص يا اسلام، يعني احنا دخلنا في حاجه بس حته مش مظبوطه. يعني في مواقف بتبين شخصيه الراجل اللي انت بتتعامل معاه. انا خساره اطلع اقول يا جماعه انا خسرت، لكن في اخطاء و و و و شكرا. لكن اطلع بقى واقول ده تحمل وده ما تحملش، لان انا شفت التصريحات امبارح ما عجبتنيش بصراحه. يعني اول حاجه قال لك فرقه تونس جايه بتلعب زي ما يكون ما بتلعب مباراه رسميه، امال هي ايه؟ هو هزار؟ ده منتخب بيلعب باسم بلده، يعني ايه منتخب تونس جاي يلعب بيلعب كانه بيلعب مباراه رسميه؟ من حقه اللي هو يلعب مباراه رسميه، انت ما عملتش كده ليه؟ انت ما هيأتش لعيبتك ليه اللي هي تلعب مباراه رسميه؟ مش دي تجربه كويسه ولا مش تجربه كويسه؟ تمام؟ الحاجه الثانيه يقول لك انا عارف ان في ناس قاعده مستناني الفشل. ايه شغل المؤامرات اللي احنا دخلنا فيه بدري قوي ده؟ يعني ايه الجو العام اللي احنا عايشين فيه؟ انت بتعمل مباراه وديه، بتشوف اخطائك، بتشوف ايه اللي وقعت في ايه، لكن تطلع بقى من اولها تقعد تقول كان وكان وكان. انا بصراحه ما بحبش كده. الفرقه امبارح فرقه فقيره فنان جدا، فرقه وحشه، تمام؟ لا تكتيك ولا اي حاجه خالص، ولا شغل مدرب بيبان، لان اي مدرب بيبقى ليه بصمات على اي فرقه يا اسلام. جمله بتتعمل من جنب اليمين، جمله بتتعمل من جنب الشمال، بتتكرر مره واثنين، تعرف اللي فيه شغل مدرب. الكور الثابته، الحاجات دي كلها. فانت النهارده يعني معلش مع احترام، يعني من اسبوع في الحفله بتاعت السبونسر بتاع المنتخب. المنتخب بتاعت المنتخب اتكرم، قال لك كسب بلجيكا وثمان ماتشات ما اتغلبش. واخد بالك؟ طب منين الناس عايزه تفشلك والناس بتكرمك؟ مع ان يعني معلش مع احترام، يعني اذا كان واحد بيتكرم عشان ثمان ماتشات ما اتغلبش مع اثيوبيا ومش هينفع مع مين ومع مين وتاهل امم افريقيه، لا ده في ناس عملوا انجازات جامده جدا 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 ما اتكرمتش. واخد بالك؟ فانت صح. النهارده الناس ولا مستنيه لك ان انت تفشل، ولا مستنيه لك ان انت تعمل حاجه كويسه لبلدها. انت ليه بتطلع تقول هذا الكلام؟ انت لو يعني سوري في اللفظه، وانت عايز اللعيبه بتاعت، قول انا عايز اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، تمام؟ باحترامي، طبعا عملوا الفرق، لازم نقتنع، لازم نعترف بهذا، لعيبه النادي الاهلي عمل الفرق، لكن برضه لعيبه النادي الاهلي لعبوا معاك المباراه اللي خدت على اثيوبيا وكان الاداء سيء. مش هو ده السبب. لكن انا ما بحبش ان انا اتحمل، اطلع كده وقول انا اتحمل المسؤوليه لكن انا استفدت و و و و و لكن التصريحات الخايبه اللي اتقالت دي بصراحه ما بحبهاش. يعني كابتن علاء، يعني لو حضرتك موجود في المنتخب، واعتقد انت طبعا حضرتك كنت يعني موجود فترة مهمة جدا جدا مع الكابتن جوهري، أي وحصلته كمان على أمم إفريقيا 98 على ما أذكر، أي وأكيد كنتوا بتتعرضوا لنفس المواقف. طبعا، بس هناك بقى هناك فرق زي ما بيقولوا، يعني بالظبط. هناك فرق. وكنا بناخد اللعيبه على عاتقنا وكنا بنشتغل معاه. انت النهارده بتعمل ماتش ودي وبتجمع اللعيبه قبلها يوم اربعه في الشهر، كان اول تجمع معسكر. هو كان فيه هو في ماتشات دوري شغاله وفي حاجه، مفيش حاجه شغاله، ما تاخد اللعيبه بدري وتشتغل معاه، ما تاخد اللعيبه بدري. هو خلاص العقد بتاعك انت تشتغل اسبوع قبل الماتش وخلاص، ده يا هناه يا هناه اللي يشتغل ياخد المبالغ دي كلها ويقعد اسبوع قبل الماتش وشكرا. ايه اللي عايز يعمل فرقه اسلام بيعمل، بيجيب ويشتغل ويجرب ويجمع اللعيبه ويقعد مع الاتحاد. انا عايز التوقيت ده، بالشرط العب مباراه دوليه، جمع لعيبه 3 ايام واشوف مين يصح، عشان لو فلان الفلاني ما يبقى ما حصل حاجه يبقى انا عندي البديل موجود، لازم. لكن انا النهارده اقعد في المقصوره واقعد اشرب في شاي وقهوه وهي دي شغلتي وامشي؟ هو ده كلام يا جماعه؟ وبعدين انا ياما قلت يا اسلام، معلش يعني، يا ما قلت من فترة طويلة، يا جماعة ريحوا الشناوي، يا جماعة ريحوا الشناوي. الراجل بيلعب دوري عام كله مع النادي الأهلي، بيلعب أفريقيا، بيلعب السوبر، بيلعب ماتشات المنتخب كلها. قلت لهم يا جماعة لازم يرتاح، لازم نعرف مين البديل الأول للشناوي. تمام؟ قعد لغاية لما سافر امبارح وراحوا مجربين امبارح أبو جبل. واخد بالك؟ ما زلنا النهارده بنتفرج على بعض الاسماء اللي موجوده بقى لها 8 سنين وما عملتش حاجه للكره المصريه، ما زالوا موجودين في الملعب. زي مين يا كابتن علاء؟
ما دون ذكر الاسماء عشان ده فيها احراج، معلش يا اسلام يعني، واخد ماشي بالك؟ براحتك. ما زال مجموعه موجوده في الملعب لسه بنتفرج عليها، ولسه بنتكلم عشان نروح كاس عالم. تيجي ازاي؟ فين اختياراتك الجديده؟ فين التكتيك اللي انت بتعمله؟ فين الماتشات؟ احنا اول ماتش احس ان منتخب مصر هيلاعب فرقه محترمه زي تونس امبارح، بس بالظبط. بعد كده ما فيش. الانجاز انت عملته بتاع بلجيكا، احنا رحنا كسبنا بلجيكا بلجيكا اسلام، ايوه جول صح، حازم امام ايوه لو صح، تفتكر، محمود الجوهري، كنا اه بنلعب صح 4 4 2 وكنا من اول الناس اللي لعبنا في صح الثانيه 4 4 صح 2، واخد بالك؟ يعني في انجازات اتعملت. اذا كان وصلنا للامم الافريقيه في وسط هذه المجموعه يعتبر انجاز، يبقى يعني هارد لك في الكره المصريه. بتشوف. معلش هو كلام شديد لا لا شويه. لا، انت انا مبسوط جدا ان حضرتك يعني بتقول الكلام بمنتهى الوضوح، احنا جنب لان مواجهة الحقيقة للناس افضل من ان انا اضحك عليهم. يعني من الاخر، يعني انا ده كلام حضرتك طبعا، وانت ادرى، وانا بكلم واحد يعني مدرب كبير جدا جدا انا ومدرب اسلام، منتخبات. انا بحب بلدي وبحب منتخب مصر. اه طبعا. احنا هنفضل نعيد ونزيده تاني، ونيجي ساعه الجد ونروح امم افريقيا ويحصل النتائج دي، وترجع ريما العادات القديمه، ونبتدي نغير في الجهاز ونغير في الاتحاد. يا جماعه بقى كفايه كفايه، ان الراجل اللي يجي لازم يبقى عنده هدف. هنعمل ايه؟ هنشتغل ازاي؟ يعني انا مش عارف يعني بجد. انا اتمنى من كل بتشوف قلبي ان ان ما فيش اي وجوه جديدة انضمت للمنتخب، رغم ان هو بيقول ان انا ضميت محمود حمادة، ضميت محمد حمدي، يعني ماشي، بدأت وجوه اتطور من. جديد. اتفضل. ايوه وجوه جديده، لكن ايه تاثيرها على المنتخب؟ ما مش عايز تلعب بالالفاظ، انت تاثيرها ايه على المنتخب؟ ما انا ممكن اجيب لعيب جديد، بس يقول لك اخي ورا، زي ما جبنا عبد الظاهر السقا، ايه ده عبد الظاهر اللي هو بعد كده راح احترف، لما جبنا ياسر رضوان، لما جبنا احمد حسن، لما جبنا اسامه نبيه، يعني اللعيبه دي كلها كانت جديدة، لكن قدر محمود الجوهري وجهازه يوصلهم لأعلى مستوى، مظبوط مظبوط. واخد بالك؟ وميدو اعتقد ان هو لعب ماتش ال أول ماتش كان معانا، كان عنده عبد 18 سنة وقتها. محدش يعرف كان عبد الستار صبري، بالظبط. عمارة، كمونة، الناس دي يا جماعة. المدرب الذي صنع لاعيبة، المدرب الذي يصنع لاعب. احنا مش عايزين لاعب يصنع مدرب، عايزين لاعب يصنع، عايزين مدرب يصنع لاعب. احنا في اشد الحاجه الى واحد يجي يعمل لعيبه، مش عايزين واحد اللعيبه تيجي تعمله واللعيبه تبقى كويسه ويكسب ويقول لك ده نيك. لا، احنا في مرحله دلوقتي عايزين مدرب صنايعي يجي يعمل فرقه كوره كويسه بجميع الطرق، بمعسكرات، بتدريبات، بماتشات، بكل، بمتابعه، كتيبة عمل. لكن اللي انا شايفه ده ما مش متفائل يعني. يعني رغم ان البعض يقول لك هو يعني اعاد مره تانية هيبه هبة المنتخب في وتصدى، ايه انا في بقول ايه في لحضرتك ايه؟ ان البعض اللي بيقول. لا لا لا، معلش، كل واحد يجي وجهة نظره، كل واحد بيتكلم على فكرة، كل واحد بيتكلم على حسب يعني حاجة جواه. يعني انا امبارح برضو كنت في مداخلة، وواحد دخل بعدية وقال لي معلش مع احترامي، انا الراجل عمل عمل ايه، بس طبعا كل الناس عارفه هو قال كده ليه، واخد بالك؟ ايوه فا صح. اه فعامه انا قلت اللي جوايا، وقلت لك ثاني مره بعد